غارات جوية على بلدة بالا في الغوطة الشرقية 17/10/2015. غارات من الطيران الروسي، قصف ممنهج على الغوطة الشرقية يستهدف المدنيين. المواقع الذي يستهدفها الطيران الروسي مواقع مدنية وليست عسكرية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا على الأمة الإسلامية، حسبنا الله عليكم يا عرب يا مسلمين. أنتم أعطيتم التصريح لروسيا بقصف سوريا، فهذه كانت النتيجة. شهداء مدنيين بالعشرات، أطفال ونساء هم المستهدفون. الجبهات تبتعد عن هذه المناطق عشرات الكيلومترات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.